على المأساة نتاعكم كيفاش بدات مع المجمع الكيميائي؟ المأساة من المجمع الكيميائي بدات من اللي بدي من سبعينات البرت، وإحنا في أزمة كبيرة ياسر، فهمتني؟ والأمراض اللي كثرت هذه، السرطان وهالواحد هذايا، منهم خويا تو في صفاقة راقد يعملوا له في الكيميائي في شنو؟ أقسم لك بالله تو هذه تو عندها جي عام تو أقسم له وحراقد شخص، فهمتني ولا؟ والمضار في الغلة ما نصوروا حتى شيء، وخاصة التمر، فهمتني؟ بوبايا معناها عمره تو 85 عام ما عادش يشبح، خاطر ديما يهني يروح مسكين كما يرمي حوايج هكا على عيونه باش يفك من الكيمياء الواحد، فهمتني ولا؟ احنا كنا ننتظروا باش نراو الخضار، لكن واحنا داخلين شفنا ما نعرفش نخل محروق، شنو تنجم توصف لي انت وتفسر لي شنو اللي كنا نشوفه فيه؟ هذا النخل هذا كله هو من البرت، هي هو كل معناها المخلفات تشوف فيها تو هني كل هي من البرت. هذا كرفس كرفس شبيه ولت هكا، هذه من الصناعات في البرت الموجوده عندنا من مجمع الكيمياوي، كانت لاباس عليها يوم الجمعه، لاباس عليها هذه يوم السبت، هذه وقت خرجنا نعملوا في دوره في الغابه نتاعنا ولت هكا، وما زالت باش تبدا اكثر من هيك. والكرافس هذه من بعد ربطوها ويشريها، معناها المواطن ضار المواطن وضرتنا احنا في بلادنا هنا. هذا سلك ما يحكوا جدودنا وباتنا اللي المي يجي من شنني، من روس العيون من شنني فوق، بحكم شنني هي جايه عاليه والمي يهبط من الجبل بطبيعته عالي. وقت اللي جه المجمع الكيميائي ومعمل السيمان حفروا فيه ابيار عميقه تلوح في قداش من إيترا في الثانيه تخرج جبده المي. السبب هذا كليك خلانا احنا ما عادش عندنا موارد مائيه لط. ساعه المي ب 2500 ولا ب 3000 ونزيدوا نخلصوا في اشتراك في العام 150 دينار. مي شنو باش نخلصوه احنا ما نسقوش؟ ما فماش مي مش متوفر، لا قاعدين ننتجوا ولا قاعدين نبيعوا احنا. والمجمع الكيميائي بصراحه لازم ازالته، هو اللي ضرنا. والله الطلب نتاعنا يا خويا مش عارفه باللي باش نطلبه مش باش يوفروا لنا حقنا، تكلمنا قبل تكلمنا شكينا وكل ما صورنا حتى شيء. شنو الحل الجذري انهم يا خويا يعملوا لنا حل؟ احنا خاصه المنطقه ذي المحاذيه لديوان التطهير في عقب الليل سيبونا في الروايح، باش نحكي لك ما نجمش نوصفها، روايح معناها غير طبيعيه، فضلات مخلطه حيوانيه وبشريه، والمعمل غاديك يسيبونا في اللامونياك يا خوي. والله احنا ماذا بينا، والله لا كان يتقلع من هني قسما بالله لما تولي جنه، والله لما تولي جنه، والله كانت جزيره كما يقولوها تاريخ يشهد لها، من انواع النباتات حتى الاشجار المثمره كانت موجوده، وما غير الساحل البحري ثروه سمكيه كبيره متنوعه، الصياد متفرهد، الفلاح متفرهد، كانت حياه اخرى على ما يحكوا. ضريره لصحتنا ولا انسانه مرضاه، ثاني عندي 10 سنين بالشلط مرض بالدم، نجي نشوفك هاك نروح مريض. سبحان الله يزبط، كان مش كيمو بينا كان شيء هزوا عبوا في الشكار وطشوا البحر غادي ما عادش يصحوا كملوا هب هب لو هنا في البحر. هذه لا كان مش كيمو بينا ولا تعملون حي الحي هذا اللي خرج يعيشوا، كان شيء هزوا عبوا في الشكار اخوي وطشوا في البحر. هانا الناس كل مرضى راهي مبركله ومضربه الدم وضربه السكر وكل، حتى من تسوين نتاعنا اللي تقولها طيبين فطوره ما عادش طيب، تنوض من الصباح تلقاه طايب يا خلاص قريب يمشي يجيب كسكروت من السوق. ها نقول لك قريب يجي تنوض مرة تقولها طيبين فطور ولا حاجه تقول لك راني مريض. حاب نسالك يا حاجه، ما شاء الله ربي ان شاء الله يطول في عمرك، قابس كيفاش كانت قبل وكيفاش كان الخير وكيفاش كانت الارض وتو على قابس؟ هي حاصر على ابني كان قابس منين عايشين البر هذا، شوف اي راجل يبني وعله وهني وبيت ضراريه وكل شيء بيت ضراريه كل شيء، هو الشيء هذا ما عمري ما نعرفه. والله غالب هكا هو، ما طالوش عائلتي ضرارية، ما طالوش شبانية صغيرة غرير مات هكاك من رايحة حشاك الفاد اللي قال مرحوم مكنة مات، مازال صغير مازال. شكونه هذا؟ ها؟
شكون هذا؟ اللي مات. راجليني. كان شاد الغابة. اسمي. شنو المرض اللي جاي؟ جا حشاك مرض في فؤادي من الخبخ. مرض السل. اي رواري. والطب هم اثبتوا لكم اللي من الريحة هذه؟ اي 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 من الريحة. وجت توجنا وسخالوا مش يخرجونا ومش يبدلونا. وخيتهم والله غالب وما جابتش الفرصة. وما لقاش حقه لتو انتم ما قدمتوا؟ ما لقاش. عز عليه مسكنا وعز عليه رزقه ورزق بنيه بنيه وعلاني وبيت نظراني. قبل ما ناخذ رايك دكتور لانه باش نرجع لك ونحب نرجع بالتفصيل هل الحاجات اللي كنا نشوف فيها توا تنجم تضر بالصحه وكيفاش تفسر لي طبيا ناخذ تعليق باختصار مع عند فلاح تفضل. بسم الله الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي كريم فتحي بن حسين فلاح من منطقه شط سلاب النزله. الشيرة هذه هنا شيرة مضرورة برشا فلاح فلاحة مضرورة كما كنت شفت تشوفوا معناها في التقرير التالي. العباد تضرت، الحيوانات تضرت، الحنة تضرت، الدخان تضرت، النخلة تضرت، البشر تضر، معناها حالة توسف. في 91 جت هنا معناها إذاعة والتلفزة إن شاء الله بيشاركم شفت مكيفها فهمتوا ولا؟ سيد بشير رجب يعمل تقرير على التلوث في كابس، طار هو والمدير نتاعه ورئيس مدير العام للمجمع الكيماوي التونسي. فهمت ولا؟ نحبوا هذه توصل للسلطة، وصلوا كلامنا. احنا في كابس مدفونين بالحياة. كي نقول مدفونين بالحياة ما تلفت لنا حتى حد. الكوابسية صحاح خرجت منها البلاد. كي نقولوا معناها متلفتنا حتى حد ما جانا حتى حد متلفتنا حتى حد ما عندناش حتى بشر معناها جانا حتى خذيب خاطرنا قوسية هنا كان أي وزير فلاحي وزير صحي وزير البيئة وين حقوق الإنسان الراشدي محمد البرزوقي اللي هو معناها قبل معناها هو يتكلم على حقوق الإنسان وين حقوق الإنسان في كابس القوسية مشت تهشت توك الأم هذيك كانت تبكي هذيك معناها وهذاك هذاك نسيبي وهذيك معناها بوبايا كيف مات من نفس المرض هذاك نفس مرض السل سيدنا جرى الشيف هذاك مات من مرض السل اخواننا هنا معناها اولادنا صغار صغار معناها واحد ولده يمرض له ولده يمرض له معناها يحير في شيء باش يعدي عليه مرضه عاديه ومعناها تجينا ضاري مشوهه ضاري ولد مشوهه كيما كانت تحكي الاخ بكريكا معناها كل حشمة معناها الواحد يتحشم باش يقول هالكلمة هذه معاش الناس مع قلت الاضراري معاش مدرستها معاش لاقي شكون تقري تو سنة سنة أولى معاش مضراري معاش مع عباد هذول يحبوا معناها يقتلونا بالحياة يحبوا يقصوا العباد من ولاية هذه وكم منطقة هذه ولاية جابس كاملة خاصة المنطقة هذه شط السلاب نزلة مرة معناها جانا واحد معناها من الصحة ومن مطمطة قال نسكن في غار ما نسكنش في البلاصة هذه حني مصب بصب كلي نبعدوا على على معنا جروب شيميك لبناتنا 50 متر بناتنا سكة 50 متر وقتها إنسانة تضرب السيارات على البرد يعرفوها وقتاش الوقت 11:30 نص النهار ماضي ساعة 7 على الصباح ينوضوا عليها إنسانة فهمت بالله معناها شيء أسف نقولوا شيء أسف حني ناس ميتة لا حول ولا قوة لنا تقول الاخ معناها كان احترمت لي جونيور يقول لك ما فماش تلوث ولا يقول تلوث كلي تلوث 100% هاك السم الهاري هابط معناها تاع سيبادو سيبادو هي تاع ولا مونيتر علاش معناها تخدم كابل كميه بارسونتاج تخدم من اوروبا ومن امريكا
علاش الأصيل قبل جيبوا فيه خام معناها يبيعوا فيه خام لإيران، بيعوا فيه لإيران وبيعوا فيه للدول الأخرى وقت يكون فيه مواد كيميائية، معناها هو عملوا له غصوا شوف معناها مش يبيعوا باش ياخذوا الفلوس، يستغلوا الفلوس عملوا له زوز معامل تصفية نتاع أصيل. واضح في الانسياب. خلينا ناخذ راي الدكتور، خلي يعطينا المعطيات الصحيه. لا واضح شفنا اخرى اختي، خلينا نكمل معنا التوجه هنا ماشي على كلمه بتقص علينا. طيب باختصار ما عطى معاش نخليه جماعه الكل شو قد مازال ونحكوا على الجروب شبيك كامله في الساحل يبنوا في الوتله، في الساحل يبنوا في الوتله فهمت، احنا يبنونا هنا في السيباين السيام ا السيام 2 السيام 3 السياف الجديده الثانيه فهمتي الكيمياء السياف خويا ينزل الساحل غاديك الساحل هو سلقت هذه مصفقص على مساج مصفقص غاديك على السياف معناك يوقفوا مصفقصيه ويضربوا على الطوار خذوا حقهم خرجوها حنا ما نعرفش نشوفوا مصفقصيه ما خرجوهاش علاش مش مانيش عباد حنا مصفقصيه عباد واسمح لي عباد وحنا مش عباد كان تكلموا شنو احنا احنا عباد حيوانات فلاح مش عندك معاش عنده ما يخدم فلاح ينفر راح دخان يدينا عليها بعد شت حرقتنا فلاح عامل روح مع الدوس راح كرافس وراح منها ناس فلاح ضعاف احنا ناس فلاح ضعاف بيارنا عميقة ليأخذ فيها مع المجمع كيميائي في غنوش تسي قابس كاملة وبالاخر في بوشمة فهمت خرجوا الحقيقة يا ناس خرجوا المضغوط خرجوه فكوا الرومانة هذا اللي عملناه وهذا اللي عندنا اسبوع على خاطر مازلنا حل الملف فقط انا راني نتفاهم اللي في عالم تاعكم نتفاهم اللي في عالم تاعكم لانه شوف قداش من ساعه احنا قاعدين اخص المنطقه هذيك شط السلام نزله نتفاهم رانا شط السلام ونزله عندنا عينات باش نراوهم موجودين معانا موجودين معانا باش يحكيو الفلوس في جيبك الفلوس في جيبك جبتها صفراء واضح اعطي في جيبك صفراء خلينا نسمع الطبيب على شغل القبسية كيف تخنين علاش الطبيب شوف ما خليهم يحكيوا على حالاتهم المرضى هذا بكل صدق نحكي بكل صدق وهم مش يحكيوا مرضى جينا طفلة هم مش يحكيوا خليهم يحكيوا واضح وصلت الفكرة بتاعك خلينا نحكي مع الطبيب دكتور سمير علولو وهو دكتور أورام هذا اللي كنا نحكيوا فيه اللي كنا نشاهدوا فيه لو كنت تفسره هنا طبيا بإحصائيات بحاجات ملموسة طبعا بالنسبه لاختصاصي كطبيب اورام في المستشفى الجوي بقابس من 5 و6 سنوات نشوف في حالات السرطان حالات عديده لكن نحب نوضح حاجه انه التلوث صحيح راه التلوث يدخل في اسباب السرطان وهو سبب مهم لكن ثم زاد اسباب اخرى عديده اللي هي التدخين والنظام الغذائي والمدى الحركة والكحول يعني الكحوليات لكن بالطبع احنا موضوعنا اليوم هو يعني التلوث اكيد انه لا بد من تفعيل كل الوسائل لمقاومة التلوث حتى نحدوا من حالات السرطان بالنسبة لحالات السرطان ديما يجوني المرضى يقولوا لي ثم اكثر حالات في قابس وقاعد يزيد في قابس صحيح راهو ثم برشا حالات في قابس لكن راهو قاعد يرتفع في الجهات الكل يعني السرطان النسبة متاعه قاعدة تكثر في الجهات الكل لكن ناخو جهة قابس لأنه هنا نشوف المرضى من قابس ومن جنوب الكل صحيح أنه نشوفوا حالات في غنوش وفي شط السلام نشوفوا حالات يعني ممكن بصفة أكثر مرتفعة شوية. مش ممكن أنا مرتفعة ما عندناش أحصائيات نعم هشاش العظام يعني مش اختصاصي لكن بالنسبة للسرطان نشوفوا حالات من غنوش من شط السلام وكذلك من مناطق أخرى في قابس ولكن حتى من ولايات أخرى سؤال باختصار التلوث سبب لها الأمراض السرطانية؟ التلوث مش نوريكم المعلقة هذه التلوث يسبب الأمراض السرطانية بنسبة تقريبا 10% ثم التلوث من تلوث دكتور ثم التلوث في العاصمة في مدن لكن تلوث مجمع كيميائي الدخان اللي يطلع الريحة هذيك شفناها إذا نشوفوا هنا يعني للتباين يعني التدخين نسبة
النظام الغذائي نسبه 35%، الكحول 3%، التعرض لاشعه الشمس 10%، التلوث يجي هنية 10%. هذوما 10% به قلت لي التلوث من هذيكم على تونس الكل ولا على جبس؟ لا هذه سرطان بصفة عامة. أسباب السرطان بصفة عامة فهمت؟ بالنسبة قلت لي يعني على المجمع الكيميائي بصفة خاصة أو المصانع الكيميائية هي سبب هام للتلوث، هي سبب هام مع التدخين كذلك إذا نحكيو على البوليسيون أتموسفيريك، مع ثم حاجة أخرى اللي هي إفرازات لي موتور ديزل، إفرازات يعني المحركات الديزل، إذا ديما يقولوها في أسباب السرطان في التلوث البيئي. إذن إذا كان نرجع لموضوعنا نلخص أنه يعني التلوث لابد من مقاومته، التلوث اللي جاي من المصانع الكيميائية لابد من مقاومتهم، وفي نفس السياق اللي جبد الحاج على مساهمة الجروب شيميك والمصانع الأخرى في الاستثمار في الجهة، لابد من تطوير المنظومة الصحية في الجهة خاصة المستشفى الجهوي اللي هي هشة شوية يعني. بعد نرجع بيك هكا باش نعطيك الكلمة، ما قلت لي هكا الميكرو بالغلط شدوا ما سامحني غير سامحني. اليوم انا وقت شويه قدرا يعمل فيه سرطان و22 شمينية 24 هي تتكيف، ما يكيف تونس كامل. وعلى فكره الدكتور موجود احصائيه مستشفى كابس 2010 2009 2010 هي الاولى في تونس من امراض السرطانيه. نعم. هذا قام بها مستشفى الجهوي بكابس. نعم نعم لكن انا غلطي كل غلط. انت دكتور، انا مواطن عادي فلاح مرماجي، عندي المعلومه هذه صدقني، عندي مش من اليوم والله، عندي عليها قديمه عليها ياسر. الدكتور احنا مشكلتنا في قابس راه توق نمشي نعدو عند الطبيب يقول لك صحيح راك مريض من مخلفات 90% و40% و50% من البرد، اما ما نعطيكش شهاده. انا عندي حاله قدامي عام ونجم انت الدكتور ونتملك تولى بعد تالي والدكتور موجود، طفله عمرها عام ونص والله لا عندهم واحد في العراق يتكيف باليمين، جيتها الحجره في المراره وهزوها المصحه في تونس، كنت حاب نسمي والطبيب كنت حاب نسمي راه يسمع فينا الدكتور البشراوي مصحه التوفيق. ايش قال لهم الدكتور البشراوي؟ قال لهم عمري هذا كارير هذا ما راتش طفله عام ونص في حجرة في الكلاوي بالكبر هذه، هي من مخلفات البرد. أعطينا شهادة. به واضح. أعطينا شهادة. واضح. إحنا ناشد الطب والرجال القبصية والطب القبصية، لكان نسحق شهادة فيه ما يسحق شهادة طردة. وصلت. وبارك الله فيك. يعطيك الصحة. خلينا نشاهدوا، خلينا مازلنا موصلين لأنه نحب نوصل خاصة لتقارير الحالات المرضية، لأنه شرفونا هوني في البلاتو، كنا تحاورنا معاهم في التقارير، إن شاء الله باش نشاهدوهم وحاضرين معنا في البلاتو لتوثيق هذه الحالات قبل. خلينا نشاهدوا عيون شنني، العيون الجميلة اللي تقريبا شاحت أغلبها، نشاهدوا هذا التقرير بعد راجعين نحكيه. تفضل. معنا مواطن من مدينة شنني اللي كانت معروفة بوفرة المياه فيها واللي شهدت عديد من التغيرات المناخية. إبهام أن الواح متاع شنني هو أنها منها واحة طبيعية كانت تمتاز بوفرة المياه متاعها وعدد النخيل اللي هو منها الضال حسب تقريبا منها بقى منها يمكن ربع، اللي كانت 400 نخلة وليت 400,000 نخلة أصبحت من أقل من 100,000 نخلة بحكم معناها الاستغلال العشوائي وعدم تعويض بغراسات أخرى. وان بليس منها قبل كانت ثم وثيقة ونيفو دو وزارة الفلاحة تنص هو أن ما تفتح حتى بير في أحواز الواحة كاملة بحكم أن منها المائدة المائية هي منها سطحية، وإذا كانت تفتح بير هو أن معناها باش المائدة تنظم من المياه. بل كانوا ثم يوجد بالواحة 250 عين طبيعية كانوا يعطوا ما بين 600 حتى 800 لتر بار سكوند، وإذا به تويك منها
وقع منها تقريبا استنزاف في المائدة المائية من طرف المجمع الكيميائي ومجمعنا المونديالي السمونتري. يبقى ما بقاش حتى منها قطرة ماء، لا يمكن لك نشفه، وقع منها تصحر كامل، وإذا بي حتى النخيل معناها بدي يموت، والعباد هجرت الواحة وما عاش فيها. قبل كانوا السياح يأتوا من جميع أنحاء العالم بحكم معناها الخصوصية متاع الواحة هذه، وإذا بها معناها ما عاش حتى السياح ما عاش بيجوا بالمرة، ثم شوي سياحة داخلية هنا يجوا معناها، وإذا به الهلم يقلقوا ما يلقوا حتى أبسولي موريان كي أفوار. قبل كان ثم أم بتي فيلاج دو فاكونس ثم شيلاك لهب، يبان كان عطي نشاط وحيوية للمنطقة، وإذا بيه تويك معناها ما بقي حتى شيء بحكم أن الماء معناها نشف كومبليتمون من الواحة هذه. يبان ثم ضخم معناها مياه من طرفك المجمع المائي وكل، لكن ما يفيش بالحاجة المساحة نتاع الواحة باللي عدة اعتبارات، من اعتبارات منها شوي ضياع الماء، شوي آخر الفلاح منه جر الواحة بحكم أنه ولت معاش يكفيه الماء بحكم الدورة الشهرية على الدورة المائية على شهر من زمان، وإذا بي من جمش الفلاح باش ينتج منه الخضر والغلال اللي كانت تنتج قبل. بل كانت منه الأشجار منه المثمرة بوفرة من خوخ من رمان من عنب من عدة أنواع متاع غلال، وإذا بي الآن منه حسب الكل منه يستوردوا فيه من برا، بقي حاجة قليلة من الرمان اللي هو يعالج وبطبيعة الحال بعطيك معليه كان معناها تموت الشجرة معناها بحكم الماء مش متوفر معناها. إذا السبب الرئيسي نجم نلخصه أنه المركب الكيميائي. المركب الكيميائي ومعمل معناها الإسمنت هم اللي استنزفوا المائدة المائية. رجعنا معكم من جديد، ناخو تعليق من كنتي سيرياد العودي وهو متفقد بالتعليم الثانوي وإمام وخطيب بجامعة سيدي بولبيبة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يسعني إلا نشكر يعني كل من تسبب في هذا اللقاء الذي طال انتظاره. في الحقيقة أثارتني كثيرا دموع تلك المرأة والتي عبرت بما لم تعبر عنه الكلمات. بالفعل هي اختزلت يعني مأساة دامت قرابة نصف قرن، عانت منه جابس وعانى منه يعني كل أهالي جابس، وعلى وجه التحديد أهالي شط السلام، أهالي غنوش، أهالي بوشمة. سأبدأ هذا التدخل بتعقيب ثم أنهيه بسؤالين. التعقيب هو موجه لتدخل معتها السيد مندوب الفلاحة، اللي معناتها لما سئل هل ثمة معطيات يعني وإحصائيات حول يعني الوضع البيئي على المستوى الفلاحي قال لا توجد. أنا أقول أن المشاهدة أقوى دليل، والذي يتجول في معناها يعني واحات جابس وفي يعني في غابة جابس يرى أن هذه يعني أصيبت بما يشبه الجرب، يعني ماشية في اتجاه من التصحر. النخلة اللي هي يرمز عنها يعني الثبات والقوة لم تستطع يعني أن تقاوم هذا السرطان البيئي، والنخلة قلت يعني بثباتها وأهل جابس أخذوا منها هذا الثبات واخذوا منها أنهم دائما يعني منفتحون على الآخر. يعني النخل مرتفع عن الأحقاد يرمى بحجر فيعطي أطيب الثمر، هكذا هم سكان جابس، لأن جابس عبر التاريخ وهذا كتبه يعني غير واحد من الرحال والمؤرخين أنها كانت جنة الدنيا بالفعل يستطاب فيها العيش. يعني جابس كانت واحة عشب وماء، يعني كانت جنة فيحاء، يعني كانت خلابة، كانت يعني توفر وتحتضن أهلها ويعني استسعت للوافدين عليها، حتى قال قائلهم لا نوم ولا قرار حتى أرى جابس أو قابس والماء. الماء اللي عبر عليه تو التقرير هذا أين هو الماء؟ هذا الماء استنزف من المجمع الكيميائي، يعني في حد حسب معناها يعني معطيات إحصائية أنه يستهلك يعني حوالي 300 لتر في الثانية، كلها اللي كانت موجهة لي يعني ري واحات جابس وسقي واحات جابس
واللي عاش. وانا معناتها يعني ننطلق معناتها من التجربه نتاعي، يعني خطوت خطواتي الاولى في هذه الحياه وعرفت معنى يعني هواء نقي في يوم ما في قابس، ومعنى بحر صافي. هذا البحر ممكن ثم معطى هو يعني ثابت علميا، كان في خليج قابس اكثر من 3000 حي بحري، يعني بالاسماك المتنوعه بالاصداف وبالشعاب المرجانيه. ربما ما تسالناش علاش قابس كانت تعتبر المحضنه نتاع الثروه السمكيه اللي دمرها المجمع الكيميائي، دمرها يعني بالفعل تدمير، يعني تدمير شامل العباره المتداوله. قلت علاش هي محضنه؟ لان الملوحه، درجه الملوحه نتاع الماء نتاع خليج قابس معتدله ودرجه الحراره معتدله، فهي يعني هي تستقطبك الاسماك اللي تجي تبيض. الشقاع يعني عباره انسان عنده يعني مكان ما في المنزل فيه معناه بعض الاعشاب وعمل يعني طبقه من الخرسان، هذا هو فعل الفوسفوجيبس في قابس. هذاك علاش تو السؤال قبل من السؤال هو موجه اولا للممثل للمجمع الكيميائي، تحدث عن ان عمليه صب الفوسفوجيبس ستتوقف. اين سيصب؟ اذا كان مش تطرح لي مشروع المخشر ما نقول لك هذا راهو يعني موش حل. ما يجيش معنا احنا باش معناتها نصلح بلاصه على حساب بلاصه اخرى. وهي مناسبه باش نحيي بالفعل اهالي وذرف واهالي المطويه لما وقفوا ضد المشروع هذا، وانا من موقعي هذا نساندهم. لان ما يلزمش تكون معناها حلول يعني معناتها ترقيعيه، يلزم ثم حلول جذريه. واضح، هذا الكل اتينا على ذكره فقط باختصار خاطر باش نتعدى. باختصار باش نعمل زاد سؤال. سؤال فقط، نسمح لك سؤال فقط والا خلينا نواصل مع التقرير من بعد نرجعوا. لانه ثم مرضى معنا وتعبوا. يعني سؤال للسيد معنا ممثل الصحه، منطقه شط السلام موعوده بوحده صحيه صنف رابع. السؤال الى اين وصل هذا المشروع؟ ونستغلوا وجود معنا الحاج باش معناها يعني واضح يجاوبني بعد ما نشاهدوا يجاوبني. شكرا الله يخليك يا عاشك، جاوبني بعد ما نشاهدوا عينة من الحالات من المرضى اللي عيناهم واللي عشنا معهم واللي جاونا وحاضرين معنا في البلاتون بعد تيكا باش ناخذوا تعليقهم. نشاهدوا هذا التقرير وبعد راجعين للتعليق. عسلامة. عسلامة. شو اسمك انت؟ جيهان سراء. جيهان سرايا. جيهان، انا قاعدة توا نرى في الشهيد متاعك. فين سنة انت؟ سنة زاد سبع. وقراية؟ اي. ما شاء الله. جيهان توا انت من وقتاش عندك الحالة هذه؟ من وقتاش وليت ما عادش تمشي؟ من دخلت سنة أولى. عمرك 7 سنين. اي. والطب شنو قالوا لك؟ شنو هو السبب؟ في الأول قالوا الحديد طايح، بعد ذلك قالوا عظام هشاشة العظام. اي. قبل كنت تلعب، كنت تجري، كيفاش توصف لي حياتك قبل وتوا بعد ما وليت معناتها مقعده ما تنجمش تمشي؟ تتذكر قبل كي كنت تمشي؟ ما تتذكرش. شنو هو السبب نتاع هشاشة العظام؟ انت تعيش في قابس وثم مشكل تلوث كبير، اي ولا اي؟ والطبيب قال لك منيش الهشاشة العظام هذه جاتك؟ من البرد. من البرد، من المجمع الكيميائي التلوث. اي. شنو تحب تقول؟ شنو تتمنى لو كنت ترجع تمشي؟ تحب يمشي عليكم التلوث هذا؟ اي، نحب ينحو اصل. ينحيو شنو؟ البرد. يزول مكان ما فيش سكان. مش تبقى قابس نظيفة؟ اي. جيهان كانت لبس عليه مدة 4 سنين باش تعديت عليه، قال لي طيح لها الحديد الطبي. قلت له كيفاش زعمني الحديد وكل شيء طايح؟ باش تعديت عليه هني في المستوصف، اعطاني دواء تاع حديد، الحديد ما رجعش. هزاتها للطبيب الاعصاب الفراتي، الفراتي بعثني للصفاقس،
قال هزيها راهي العضلاتها وعظامها كذا يتهش شوي هزيها للطبيب غاد، هزيها للطبيب غاد كان حسابني، قال يعطاني جوابه وقال لي باري رقديه ما رقدوها ليش يزوا فيها ويردوها تحاليلها تصويرها شنو، معطوني حتى سبب وبعت عليك هنا نحولها تحليل وقال لي اقعد استني 4 شهور، قعدت نستنى اني 4 شهور كل شيء طلعتوني هكا الزراق نتاع قوه هكا هو عطوني حتى امل زعمني بنتي تمشي ولا لا. مالك كيفاش عرفتوا اللي هو من التلوث؟ تلوث هكا هو هي عظامها مهششت هكا اثر فيها البروط هكا. مطلبك كأم معناتها بنتك بعد ما كانت بنتك تمشي؟ أنا من ربي كان بنتي زعمين يزيدوا تداووها لي تشوفوها تخرجوها لي نرشح بنتي ترجع تمشي هكا هو نتمنى من عند نتمنى حتى شيء. نرجس لو كان نبداو كيفاش بديت الحالة متاعك؟ والله احنا حالتنا كلها كيف في المنطقة هذه صغير يمشي يطيح فهمتي تيح يتكسر صغار رب كبار بكلنا فهمتي أنا واحد يمشي حتى يعثر اشطر يمشي هيك يعثر يتكسر هالروايح وقتو ما فيناش اصلا فهمتي كي يخزر الحاله نتاعك يقول هذه حاله كسر عادي وهي في الحقيقه شنو هي تويك هي شنيه تو الملاسه يعني تصوري تو هذه المره اللي فات في سبتمبر نفس الحكايه تملست وتو نفس الحكايه شنو حاجه بسيطه يعني هابطه من الكوجينه عثرت عثره بسيطه العظام شو العظم يتكسر عباره عظم تاع الدجاجه فهمتي تضربيه هكا ديريكت تقرير الطبي شنو قال قال لي حد شيء الطبيب معناها قال لي العظم تاعك معناها في زعما يتكسر واعطاني شاشة العظام اي سألني قال لي وين تسكني قلت له في شط السلام الطبيب قال لي انتم بشط السلام انتم بطبيعتكم العظام تاعكم ولا كاين عظام تاع الدجاج مش حاجه فهمتي راه في زعما يطيح العبد يمرض باي حاجه هني اي حاجه الروايح هذيا نتاع البروت اختي ما خليتش فينا لا عيوننا لا وذينا لا بكلنا تصوري عظامنا معناها بكل الروايح اختي ما خلت فينا حد شيء. اني ام نرجس اي ام نرجس من ضيق نفس عندي من ضيق نفس ياسر خاصه كي نشموا الريح اللامنياك كيف تجينا اللامنياك ويجينا كليك ما عادش نجم نتنفس معاني حوشي عربي الريحه ديريك تهبط ما عنديش حتى باش نسكر باب ولا شباك ولا حاجه تدخل ها هو دواء يعني كيفاش نتعمل فيه هذه فشفاشتي ها هذه الفشفاشة متاعي هذه اللي نعمل بها نفشفش بها هذه عندي ناخذها هذه مرة في النهار وهذه ثلاثة الحمراء هذه ثلاثة ومن غير الدويات الأخرى ولكن السمنة زدت مناش زدت السمنة من الدويات ناكل فيه حرامش الحديد طايح الحديد هذا يسمي ها وتصاور أنواع وش كي عندي عاملة عملية على حشاكم الكرومة عندي فتك وتو عندي فتك في السلسول والبطن متاعي عمل زيت تكبر مناش من الدويات الماكلة ما عادش النجم ناكل الحديد طايح وذق نفس عندي تو بيك هني نكلم فيك هيك لبس عليا تو لكن نشم أي ريحة نولي نتكلم بالصبح ونبدو ها عملي 24 ساعة احنا نبدو مستحفظين على رواحنا قديش باش يقعد يا خويتي الحي اسطوحاتنا مالك الترابات اللي عاد مدايره غاديك هيك اللي يحطوا فيها فما تراب انا برو من السكه غادي واشبحوا هذاك حتى من ديارنا طاحت علينا يجيب الريح ولا الباقي مطر ما عادش مطر كيما تشبحي السطح يطيح كيما تشبحي الدن احنا طايح ومانيش انا الوحيده الكل هيك جماعتنا هني الكل ماني مازلت وعندي 54 عام نمشي مين هني وغادي نلقف ثم واحدة 54 عام تمشي تبدأ تلقف ما زلت في عز عد معناها الشبابي ما زلت عندي بنتي 26 عام حتى هي ولا لها ضيق نفس خوتي ياسر راهو الحل حاجة الحل يعني يدوونا الحل يدوونا وكي داووكم وترتاحوا ويقعد المجمع الكيميائي اي ماذا بينا احنا ينقصوا هالحاجه التلوث اللي ما عادش عنا فيها الحق اللي فما برشه معامل لازم يتسكروا فما برشه معامل اللي فيهم التلوث نحبوا نسكروه خلوا كالحاجات اللي ما فيهاش التلوث حاج انت من بين المتضررين اهالي النزله اقرب تقريبا منطقه للبرد اللي متضرر من التلوث تحكي لنا كيفاش بدات أول خطرة عندي نهار جمعة
صليت وروحت. جيت هني يقول لك